كبيرة في قلب ماري موروس، مدارس الأحد، الحضن اللي كبرنا فيه، والإيد اللي زرعت جوانا نبتة الإيمان العامل بالمحبة، اللي كبر بعد كده وبقى شجرة بتضلل علينا لغاية النهاردة، وكبروا الخدام اللي تأسسوا زمان في مدارس الأحد، وأسسوا أول مدارس أحد في منطقة زبالين المعادي. كنيسة ماري مرقص بالمعادي فعلاً كنيسة ولود، ولدت خدام وكهنة في مصر وأماكن كتيرة في العالم، وكمان ولدت كنايس تانية زي كنيسة ماري جرجس حدائق المعادي، وكنيسة العذراء والأنبا أثناسيوس بدار السلام، وكنيسة الملاك رفائيل بالمعادي الجديدة. الكنائس دي أسسها أبونا الحبيب القمص إسحاق صادق، وبعد كده جه نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال استلم الخدمة في المعادي وكبرها وعمل كنائس تانية كتير. والحاجة الجميلة في الخدام اللي غرسوا وسقوا شجرة المحبة والخدمة في المعادي، إنهم عارفين كويس إنه ليس الغارس شيئاً ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، وعشان كده دايماً بيدوا كل المجد لربنا. أعزائي المشاهدين، والآن مع برنامج الخبر اليقين مع عم أمين. ما تيجي يا أبونا نشوف الفيديو ده عن خدمة البعيدين. ربنا حط في قلب خادم اسمه المهندس عادل سامي، حط في قلبه كده إنه عايز يخدم الشباب دول، فابتدى يحتضنهم، ابتدى يخدمهم، عرف يوصل لقلبهم لان ده كان جوه قلبه قوي. وبعدين راح اتاسست اسره، في البدايه سموها اسره القديس اغسطينوس. في البدايه اساس اغسطينوس كان حاله خاصه، وبعد كده حب ربنا جدا، وبعد كده راحوا مغيرين الاسم للقديس يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان كانت خدمته توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. فكان في قلب الباشمهندس عادل ان هو يساعد الناس على التوبه، بس ايه، يديهم كده لبن يشربهم لان ما يقدروش يندغوا الاكل الثقيل. وفعلا حقيقي كانت عمليه رضاعه روحيه لغايه ما يكبروا، وفي منهم ناس كبرت بقى بقت خدام في الكنيسه حلوين جدا جدا. وبالمناسبه المهندس عادل سامي ده هو بي ابونا بطرس اللي اترسمنا مع بعض احنا الاثنين في نفس اليوم. وفي خدمه البعيدين دي يا ابونا بتخدموا الناس البعيد عن الكنيسه بكام كيلو؟ لا، بعيدين مش معناها بعيدين عن الكنيسه جغرافيا يا عم امين، مقصود بالبعيدين هم ناس البعاد قوي قوي عن ربنا، او ناس اللي هم ما انضموش لخدمه مدارس الاحد في الصغر، او بعدوا لسبب او لاخر. والحقيقه انه اهم حاجه محتاجين نزرعها جوه كل انسان بنخدمه هو ان ربنا بيحبه جدا، وبالتالي ده السبب اللي عشانه احنا فضل نوصله لكل حد احنا بنخدمه، عشان يكون عنده رجاء من اجل الحياة اللي جه المسيح عشان يديها لنا. خدمة البعدين لما ابتديناها في الكنيسة بعد ما ترسمت كاهن، استاذ اشرف شحاتة كمل فيها فترة طويلة قوي، الحقيقة عمل فيها مجهود رائع جدا جدا. فكرة يوحنا المعمدان باختصار ان هي القبول الغير مشروط لأي بني آدم. الخدمة دي بتعمل دلوقتي، بتجول في كرة الصعيد وبتجول في عشوائيات، بتقدم إيد المساعدة لأي حد محتاج، سواء مادية معنوية روحية نفسية. خدمة أخوة الرب أبونا رويز بدأها وأبونا بطرس كملها، كلمني شوية عنها. في الحقيقة يا عم أمين إنه خدمة أخوة الرب من الخدمات اللي ابتديت أشتغل فيها في السنين الأخيرة، كان بدأها قدس أبونا رويس عندنا في الكنيسة. والحقيقة خدمة إخوة الرب محتاجة توازن ما بين حاجتين، إن احنا نقدم العطية لإخوة الرب بمنتهى الحب، بين حاجة تانية إنه يكون بندرس الحالات كويس قوي 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 عشان نطمئن إن كل منطقة بتتخدم مظبوط، وإن الحاجة بتروح للناس المحتاجة فعلا، ما يكونش في حد بياخد أكتر من احتياجه يؤثر على حد محتاج. أو ساعات ناس ممكن تبقى لما بتاخد بطريقة مش مدروسة بتكسر عن الشغل، أنا محتاج برضو أشجع الناس أنها تشتغل وأن هي تقدر تبذل مجهود. لكن مهم قوي قوي لو في حالة حقيقية محتاجة، حد سايبه شغله، حد عنده ظروف، حد فعلا عنده فقر أو مشكلة نتيجة إعاقة أو مشكلة معينة، لازم تقدم له الدعم من الكنيسة بمنتهى الحب والرفق، لأن هو فعلا أولاد الله الآب وإخوات المسيح وإخواتنا كلنا في المسيح. ما تديني مفاتيح عربيتك يا ابونا، اخد لي لفه حوالين الكنيسه. خد العربيه اهو ولف لفه وشوف كل حاجه انت نفسك فيها. بيت السنابل ابونا بطرس كان لسه ما بقاش ابونا بطرس،
كان عادل سامي، وفكر انها نخلي شعب الكنيسه كل واحد يشتري فدان في 6 اكتوبر، كان لسه ارض جديده زراعيه، وكل واحد يسيب 10% عشور الفدان للكنيسه. ف 40 فدان بقى عندنا 4 فدان تبع الكنيسه. فكان فكره ما كنتش اتخيلها، عايز واحد بيزنس مان عشان يعملها يعني. وفعلا بقى عندنا بيت حلو قوي هناك. بيت القاروز بالعجمي بيتقسم لبيتين، بيت الشباب الساعة بتاعت حوالي 60 فرد، وبيت العائلات ساعته حوالي 120 فرد. ابتدت الخدمة فيه صيف 1988، وكان اللي على قلبه جدا بيت القاروز هو أبونا مرقس ياسا اللي هو بيخدم حاليا في أستراليا. كان شايف قد إيه البيت دوت مؤثر جدا في حياة الخدام والمخدومين، إن احنا ناخد الأولاد التربية الكنسية لمدة أسبوع في خلوة أو في مؤتمر، قد إيه هتفرق معهم جدا في حياتهم. خدمة المكرسات في المعادي هي خدمة مميزة جدا، لأنه المكرسات كلهم الحقيقة يعتبروا من المكرسات الجمال جدا على مستوى، يمكن أقدر أقول على مستوى مصر، كلهم بيحبوا ربنا وبيحبوا الخدمة. ابتدى الخدمة دي الحقيقة من كنيستنا أبونا إسحاق، وهو الحقيقة صاحب فضل كبير في الموضوع ده، وابتدى مع تصوني ماريا. خدمة أغصان الكرمة يعني من الخدمات اللي لمست فيها نعمة وبركة كبيرة جدا. أكتر حاجة لمستها هي يعني محبة الأمهات دولت، الأمهات اللي هم أولادهم ذوي الاحتياجات الخاصة. الخدمة دي اللي بدأها كان أبونا مرقس وتصوني مجد حسني. أواخر سنة 92 جت خادمة في الكنيسة بتقول لي أبونا احنا عايزين نبتدي خدمة للأطفال معوقين عقليا. قلت لها يا بنتي أنا ما نعرفش حاجة في الموضوع الخدمة ديت، أنا مش هنقدر نبتدي خدمة ما نعرفهاش، وقفلت الموضوع معها. تاني يوم على طول في القداس يوم السبت قابلتني مدام ماجي نعمة الله وقالت لي في واحد عايز يجي يتكلم معاك. تاني يوم قابلت صحفي بيقول لي انا عايز اساعد في خدمه جديده للمعاقين عقليا، وساعدنا هذا الشخص، امدنا بمعلومات كثيره وبعت لنا متخصصين وساعدونا. ابتدت باربع اطفال واربع خدام. الخدمه خدمه مدارس احد بس متخصصه لهؤلاء الاولاد. كبرت الخدمه جدا وبقى فيها اكتر من 50 طفل وشاب، وقعدوا فترة طويلة جدا، ولولا سفرهم والهجرة كانوا ممكن يكونوا لسه مستمرين، لكن هم يعني هم اللي أسسوا خدمة أغصان الكرمة ومشيت الخدمة. ونشكر ربنا بقالنا دلوقتي أكتر من 27 سنة شغالين في الخدمة ديت. الخدمة دي أحس إن هي بركة ليا، وبتعلم منهم في كل مرة بقابلهم فيها. اللي أسس الخدمة على مستوى الكرازة كلها سنة 87 دكتور نبيل صبحي، ده كان أول مركز بدأ في أرض الجولف. دلوقتي تعدينا ممكن 80 مركز رجاء على مستوى الجمهورية الكرازة كلها. إحنا تاني مركز رجاء أنشأها أبونا مرقس، اللي هو أبونا مرقس موجود في أستراليا حاليا، بنساهم في العمليات الجراحية اللي هي زرع الكلى وزرع الكبد والعمليات اللي بتستدعيها الأورام على حسب احتياج المريض وقدراته، بنساهم إن شاء الله 100%، ربنا بيبعت. خدمة الرجاء اشتغلت معانا إحنا ومعايا أنا شخصياً بأمور ما تخيلناهاش. أنا دخلت بمبدأ إن أنا عايزة أدي، اكتشفت إن أنا اللي باخد. بس يا عم أمين كفاية لعب. الله صحيح يا عم أمين، سمعت إن أنت عمال تلف وتجول في الكنيسة. بقول أصنع خيرا، بقول وطعمية بقى عشان ما أكلتش من الصبح. يا عم أمين على إفهاتك دي، كفاية عم أمين بقى، ارحمنا بقى الله يخليك. بقول إيه، ما تكلموني بقى عن خدمتكم الحلوة في مسرح العرايس. بص بقى يا عم أمين، إحنا بنعمل العروسة من أول ما بنجيب المواد الخام ونحط التصميم بتاعها، نشتغلها حتة حتة، ننحت الملامح وكل حاجة إحنا اللي بنعملها بنفسنا. دي أخبار جميلة، كان في حته هنا بس في دماغي مقشره بفكر اعمل لها عمليه تجميل. انت تؤمر يا عم امين، بس تشارك معانا بقى في المسرحيه الجديده. انتوا كمان بتجهزوا المسرحيه جديده؟ يا ترى دي المسرحيه رقم كام؟ يا ما تعدش بقى يا عم امين، المسرحيه نمره كام ايه؟ احنا ابتدينا من سنه 98، ومن اول ما ابتدينا كنا بنعمل عرضين جداد في السنه،
وبنعرض كل اسبوع عرضين على الاقل في مكانين مختلفين. ياه. تعرف يا عم امين احنا كمان عاملين استوديو بنفسنا عشان نطلع صوت حلو وكويس للاولاد عشان تعرف تسمعه. بتقدموا مسرحياتكم فين يا اولاد؟ احنا بنعمل في اماكن كتيره قوي يا عم امين، احنا بنروح الصعيد وفي كذا حته في مصر وفي كنايس كتيره قوي. احنا المسرح بتاعنا ميزته ان احنا بنفكه ونركبه بنفسنا، فممكن نعرض في اي حته. دار المسنات احنا من سنين طويله قوي فكرنا في ان في من شعبنا الحلو ابتدوا يكبروا، اهاليهم اولادهم سافروا بقوا لوحدهم، ففكرنا نعمل مكان للمسنات. احنا عندنا ثلاث بيوت، اثنين بيت مسنات وبيت واحد رجاله. احنا فتحنا اول بيت كان سنه 2009، ابونا مكاريوس هو كان اصلا اللي مؤسسها. تصوني اريني جت وابتدينا نعمل مع بعض. طبعا خد وقت طويل عشان الناس تستوعب الفكره، حاولنا نعمل ده وجبنا مناهج وبرامج وحاولنا نجيب ناس، ما نجحناش قوي لغايه لما ابونا انجيلوس اترسم. كان جميل قوي قوي، ابتدى هو اديته واستجمته الخدمه دي. سنه 2013 ابونا مكاريوس انتدى برضو ابونا انجيلوس، ابتدى يشتغل بحماس، سافر الصعيد كلم ناس، فكر في ان البنات اللي تيجي تتعلم تاخد فلوس وهي بتتعلم، يعني قفز بالخدمه قفزه عاليه جدا. دورنا خدمه المسنين دي تبقى تتعمل ازاي، فلفينا بقى بيوت كتير لحد ما اتعلمت. يعني ربنا ادانا في قلبنا كده ان احنا ناسس خدمه جديده برضو تبعنا، خدمه الناس اللي مش حابين ان هم يروحوا بيت المسنين، الناس اللي يحبوا يتخدموا في بيتهم اللي هي الهوم كير. يعني الكورس ده بناخد جزء نظري وجزء عملي. الجزء النظري بيبقى فيه دكاتره، طبعا لست دكاتره لو قلتها لك يعني كتيره قوي. في الكورس ده الجزء العملي منقسم لجزئين، في جزء بيبقى على الموديل او على المانيكان، وفي جزء بنتعامل بقى مع المسنين وجها لوجه. بنطلع بره معاهم، بنروح مستشفى، بنشوفهم بيتعاملوا ازاي مع الناس، بنشوفهم بيتعاملوا ازاي مع مقدمي الرعايه بعضهم مع بعض، وازاي بيتعاملوا مع الدكاتره، وازاي بيتعاملوا كمان مع الناس الكبار. البنات دول احنا بنخرجهم يا اما بيبقوا تبع الاوفيس في الهوم كير، يا اما بييجوا عندنا في بيوت المسنين. فطبعا الكورس ده بيبقى طبعا رائع جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لهم. حلو قوي خدمه المسنين دي، انا كده اطمنت على مستقبلي. دار العضله دي الحقيقه انا كنت بخدم من طره للبساتين، ما كانش عندي عربيه، فكنت بمشي المشوار من طره للبساتين، ومرات كنت بركب عجله يعني علشان اسهل الطريق، وكنت باخد المعلم يركب معايا على العجله. يعني رحت منطقه اسمها مدافن اليهود، وفي المدافن دول انا لميت سبع بنات ساعتها واخدتهم على البيت عندي. فالمدام قالت لي ايه ده؟ قلت لها ربنا بعت لنا سبع بنات، يبقى انا عندي ولدين وبنت، ويبقى سبع يبقى عندي ثمان بنات كده. قلت يا رب ارزق المكان اللي يقعدوا فيه. فلقيت ناس اتصلوا بيا، احنا عندنا فيلا في المعادي القديمه، تعالى خدها. رحت لقيتها يعني مبهدله، فقلت طب يا رب مين هيعمل الموضوع ده ويرمم الفيلا دي؟ فلقيت الحياه المهندس توما ميخائيل مدام بتاعته بعت الدولات مهندسين فرمموها، وجابت الاساس بتاع الدار، وجبت الاولاد السبعه لحد ما خدنا مكان تاني في شارع 9 به، وبقى مكان كبير وبقى زي الفل لحد دلوقتي. ده كان تدبير ربنا العجيب العجيب، يعني ان في ثلاث ايام ألقى مكان ويتجهز المكان ويتفرش المكان. ده مش تدبير بشري، ده تدبير الله العجيب في الموضوع ده. اللي أسس دار العذراء للبنات أبونا إسحاق، وأبونا إسحاق عمل مجهود كبير قوي، وبعدين سافر أمريكا، فجه أبونا رويس اشتغل وخدم جامد كتير جدا جدا في المكان وطور فيه قوي قوي، وبعدين سابه أنا مسكته 16 سنة، وفي 2013 سبته لأبونا يونان. احنا بنقبل البنت اللي محتاجة رعاية مش اللي محتاجة فلوس، يعني بنت تكون فاقدة مثلا أبويها أو أحد الطرفين اللي بيقوم بالرعاية، لكن لو محتاجة الفلوس وبس لا، ممكن الكنيسة تساعد الأسرة وتفضل البنت في الجو الأسري، في الدفء الأسري أفضل ليها. رعاية اجتماعية روحية صحية دراسية لغايه لما بنجوزهم، كلهم تقريبا بيجوا يزوروا البيت تاني، او بيبقى ليهم علاقه بالام اللي ربتهم، بيحسوا ان ما عندهمش ام تانيه غيرها. الحقيقه الكنيسه بتاعتنا
من زمان هي سباقة، وده بفضل الآباء، يعني بفضل الآباء الموجودين هم دايما فاتحين المجال للشباب ان هم يلاقوا مجالات الخدمة. وانا فاكر الكنيسة تعتبر من الكنائس الاولى اللي عملت بس على الانترنت، كان زمان مفيش كاميرات وما كانش فيه حاجات كتير قوي، وكان فيه صفحات كتير قوي، في حاجات كان فيه برنامج اسمه بالتوك للناس اللي عارفاه زمان. فكنيسة ماري مرقس المعادي كان ليها تشانل على البالتوك، الكلام ده ايام 2001 2002، كان لسه حتى الانترنت مش بالقوة دي. لما ظهرت الكورونا اكتشفنا قد ايه الموضوع ده مفيد جدا، لانه ابتدت الناس، كان بيجي لنا اعداد معقوله يعني قبل كده يحضروا، بقت الاغلبيه كلها بتحضر اونلاين، وشفنا استفادات كتير قوي. في ناس قالت ان احنا كنا مستمتعين. اجمل حاجه في الموضوع ده ان في ولاد الكنيسه اللي مسافرين بره بيشتاقوا دايما للكنيسه وبيشتاقوا للاباء، لما بيخشوا على الانترنت بيقولوا احنا اكننا كنا حاضرين ومستمتعين نفس الاستمتاع. ايه ده؟ اكل؟ لا مش وقت اكل خالص، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. بص عم أمين، ليه اسمه ناظر الإله؟ لأن ماري مرقس الرسول كان بيلقب بناظر الإله الإنجيلي. ابتدى سنة 91، لمدة 3 سنين قعدنا نعد في ألبوم ناظر الإله، عملنا 14 لحن وترنيمة وقصيدة كلهم بيتكلموا عن حياة ماري مرقس الرسول الناظر الإله الإنجيلي. 14 ترنيمة جوه الألبوم؟ أيوه. وكل المرنمين كانوا من كنيسة ماري مرقس المعادي؟ كلهم. يبقى تقول لي اسمائهم واحد واحد. لا دول كتار قوي، كان حوالي 55 واحد. وطبعا الاوركسترا ما كانش كله من كنيسه المعادي، انما الاوركسترا كان فيه تدعيم من الاساتذه الموسيقيين الكبار اللي في مصر كلها. الحقيقه كان عمل جبار ومشرف. كنيسه ماري مرقس المعادي هي استضافت فرقه دافيد عندها لايمانها بالدور اللي بتاديه للحفاظ على الألحان وعلى المزامير وعلى التراث القبطي. بص يا عم أمين، دي البارتاتورة اللي كان بيقود منها المايسترو الموسيقى بتاعة الحفلة، لأن احنا عملنا حفلات كبيرة في كنيسة ماري مرقس في المعادي. حتى في الألبوم حطينا كتيب صغير فيه كل كلمات الألحان والترانيم، وكان عمل جبار جدا، الكنيسة كانت فخورة بيه. الفريق فريق أطفال للتسبيح، والاسم احنا اخترناه من الكتاب المقدس فريق قوس قزح، استنادا على قصة نوح، فلك نوح، لأن القصة دي محببة جدا للأطفال وتحمل معاني كتير يعني. وإحنا في كل تسبيحاتنا اللي بنسبحها في الحفلات والعروض بنعلن عن وعود الرب المحققة في حياتنا من خلال اسم قوس قزح. الفريق بيتكون من حوالي 70 طفل وطفلة، في أطفال كبروا وبقوا خدام بيخدموا في الفريق. ده ثمار رائعة جدا ربنا فرحنا بيها، وأنا بشكر كل الخدام المتعودين في فريق العمل، لأن وراء الكواليس في خدام أمنا كتير. كورال كنيسة ماري مرقس بالمعادي اتكون في فبراير 2009، وبعديه ب5 سنين اتكون كورال ماري مرقس للأجراس سنة 2014. الكورال بيهتم أنه هو يرنم بروحانية، وفي نفس الوقت أنه هو يرنم بتقنية الكورالات العالمية، زي ما كده داود النبي بيقول لنا في المزمور: غنوا للرب أغنية جديدة وأحسنوا العزف. كل جرس بيبقى له نغمة محددة، والأجراس بتتعزف مع بعض فتطلع نوع من الهارموني اللي بيبقى صوته حلو ومستصاغ للودن. هو أنا بقالي كتير في الكرتونة ولا إيه؟ Thank you.
فكرة حلوة فعلا. انت طلعت عروسة يا عم امين. تعال تعال انا اعمل بيت شغل جامد اوي. تعال تعال يا سيدي تعال. ايه رأيكم؟ ايه الجمال ده؟ هي دي الفكرة. فيلم جديد بعنوان البداية. عروسة اسمها عم امين. بنشاور ونقول ان الخدمة اللي نابعة بالحب والمحبة ما تنتهيش. مشوار طويل مليان بالخدمة مليان بالحب له بداية ملهوش نهاية. الله فكرة هايلة يا استاذ رمزي. بس الحقيقة شكلنا هنعمل كتاب يا ابونا لان الفكرة دي غريبة جدا. سكرك كام يا استاذ رمزي؟ لا انا جالي السكر اوريدي. عليكي والرب حبيبك حبيبي ابني سكناري والقص خد جارك أمي وبمحبة لولادك حبة حبة أفضل بك وضعها لك. هنسيك سنة فاتت عليكي والرب حبيبي حبيبي ابني سكناري والقص خد جارك أمي وبمحبة لولادك حبة حبة أفضل بك. صلي وامتى نصوم في كل حين نشكر ونبارك اي تعطير وكتير بيدوم ويسمع علم فينا ازاي نصلي وامتى نصوم في كل حين نشكر ونبارك اي تعطير وكتير بيدوم وشفيعك جبار وصلاته من نار وشفيعك جبار وصلاته من نار. عليكي والرب حبيبك حبيبي يبني سكناري مرقص خد جارك أمي بمحبة لولادك حبة حبة أحسن تكبر على بنتي عايشة مينا بينا يبني سكناري مرقص. كنيستنا أول كنيسة اتبنت في المعادي بعد كنيسة العدل الأسرية. أنا بفتخر بأن أنا وأسرتي من ضمن خدام الكنيسة. وحشتيني يا كنيستي يا غالية كل سنة وإنت طيبة وتكبري في أغصانك أكثر وأكثر. أنا فخورة أني أكون غصن من أغصانك. كل سنة وإنتوا طيبين بخمسين يوبيل سانت مارك معادي تشيرش. ولا يوم من أيام الحرقص وحشتوني أوي أوي. باي باي وحشتوني أوي. كلهم احنا
احنا لسه على تواصل مع اولاد الكنيسه في العالم كله، ودول حد من كندا، حد من استراليا، من ملبورن، من امريكا، يعني اللي احنا شفناهم دول. اخر فقره بس، وفقره جميله جدا، معانا كورال بتاع ديفيد الصغير، الملنمه منال نعمه من لبنان جايه تشاركنا الاحتفال في وجود قداسه البابا والاباء. اتفضلي. قداسة البابا توادروس الثاني، الآباء الأساقفة والآباء الكهنة وكل الحضور الكريم، صباح النور، صباح مصر الحلوة بأرضها وبناسها وبكنيستها. من لبنان جيت وحاملة صوتي وصلاتي لشارك معكم، وإلي الشرف وأنا سعيدة كتير أن يكون عم شارك بهالمناسبة المميزة باليوبيل الذهبي لكنيسة مار مرقس المعادي. هالكنيسة بالذات إلى مكانة خاصة بقلبي، لأنه أول احتفال ديني شاركت فيه بمصر كان بهالكنيسة المباركة، والفضل كان لفرقة ديفيد أنسومبل للشباب بقيادة مونيكا كيريلوس. وأنا بنت الكنيسة المارونية، أنا وعم رتل كانت لأول مرة برتل باللغة القبطية، حسيت أني بنتمي لهالكنيسة. أكيد بنتمي، لأنه الكنيسة بكل طوائفها هي وحدة بالمسيح. فهنيئاً لإلنا ولإلكن اليوبيل بهالزمن الصعب، زمن الألم والبعد والفراق، ويلي فرض علينا نسكر كنايسنا بسبب وباء كورونا. حولنا بيوتنا لكنايس لأنه نحن أولاد الإيمان والحياة، أولاد القيامة والرجاء. كرمال هيك اخترت أني صلي معكن ترنيمة بتقول: لن تغلق الأبواب، لن تقفل السماء، فبيننا رجاء ولقاء. لن تغلق الأبواب، لن تقفل السماء، فبيننا رجاء ولقاء. لن ينتهي العزاء أو يسكت الغناء، فبيننا رجاء ولقاء. بنتشرف باسم فرقة ديفيد ان احنا نكون موجودين معاكم النهاردة في الاحتفال العظيم ده لكنيستنا الغالية بحضور قداسة البابا توادروس الثاني والاباء الاجلاء. هنبدأ بترنيمة بتحكي حكاية مجد، حكاية جهاد كروز الارض المصرية قديس ماري مرقس الرسول شفيع كنيستنا، القديس اللي صار عليه غيلان الحقد وقبضوا عليه في وسط الشعب وفي القداس، ونادوا بصوت عظيم وقالوا: في دار البقر جروا التنين. وأخيراً نال إكليل الشهادة. لكن الحقيقة المؤكدة إن التعذيب ما بيشطبش الإيمان،
ما بيشطبش التاريخ وما بيشطبش الإيمان بيجدده. إحنا النهاردة جايين نقول له يا كاروز الأرض المصرية أنت عايش على مر الأزمان. يحكي لنا التاريخ، يحكي لنا التاريخ عن مجدك، يحكي لنا عن مجدك، يحكي لنا، يحكي لنا، يحكي لنا التاريخ. لما تحديت الأوضاع، لما تحديت الأوضاع واقف زي الصخرة لوحدك، ما ضعفش الإيمان. أوضاع يا كاروز الأرض المصرية، أسست الفخر الأوطان، كرسي رسولي وطقس عجيب، عايش يحمي الإيمان. يا كاروز الأرض المصرية، على مر الأزمان. الحقيقة لما أبونا مكاريوس قال لي إحنا عايزين نعمل ترنيمة عن الكنيسة، على طول جت في بالي ترنيمة ظهرت كده في أواخر السبعينات معظمنا تربى عليها، ترنيمة دوبي دوبي فينا يا كنيسة يا أمينة، بروحك عيشينا، في إيمانك ثبتينا، وللأبدية هدينا، وللمسيح ودينا. الترنيمة دي الحقيقة لخصت كل حاجة، وصلتنا للهدف اللي هو المسيح. كنيستنا هتسلمنا للمسيح لو فضلنا مغروسين فيها. ده اللي تعلمناه في كنيستنا، وده اللي عشته في كنيسة دي، وهعلمه كمان لابني. النهاردة كنيستنا زي ما الترنيمة بنقول زي عروسة جميلة والمسيح عريسها. تعالوا مع بعض نرنم الترنيمة دي. دوبي دوبي فينا يا كنيسة يا أمينة، دوبي دوبي فينا يا كنيسة يا أمينة، بروحك عيشينا في إيمانك.
عيشينا في إيمانك ثبتينا وللأبدية دينا دينا وللمسيح ودينا زينا ونشوف قديسين وملايكة والمسيح وسطينا ودوبي دوبي فينا دوبي دوبي فينا يا كنيسة يا أمينا دوبي دوبي فينا يا كنيسة يا أمينا عيشينا بإيمانك ثبتينا بروحك عيشينا في إيمانك ثبتينا وللأبدية دينا دينا وللمسيح ودينا محبة بياكلها ولادك وشموع وأناديل وبخور عطر في أنفاسك ودوبي دوبي فينا دوبي دوبي فينا يا كنيسة يا أمينة دوبي دوبي فينا يا كنيسة يا أمينة بروحك عيشينا في إيمانك ثبتينا بروحك عيشينا في إيمانك ثبتينا وللأبدية دينا دينا وللمسيح ودينا وللأبدية دينا دينا وللمسيح ودينا وللأبدية دينا دينا وللمسيح ودينا ودوبي دوبي فينا دوبي دوبي فينا دوبي دوبي فينا نشكر جدا جدا الفريق الجميل ده هوت والموسيقيين اللي جاهم من اماكن مختلفه. كان في حاجه تانية ولا خلاص نفسهم ياخدوا صوره مع قدس البابا؟ تيجوا انتوا تعالوا انتوا يا سيدنا هتروح نفسك حضرتك طب سيدنا هيجيب احنا طبعا بنكرر الشكر الكبير لصاحب القداسة البابا تودروس الثاني، يعني اكتر من 6 ساعات معانا، حاجة جميلة خالص ان هو يباركنا ويشرفنا. كمان نشكر السادة الضيوف اللي جم هيجوا يسلموا على سيدنا، ودية تذكارية بسيطة كده
المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي، ونائبا عن المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ المنطقة الجنوبية. شكرك باشمهندس. شكرا. مهندسة أمل حي المعادي. شكرا باشمهندس. استشار رأفت العمدة عضو مجلس الشيوخ. أحمد بيت طيبي عضو مجلس النواب. تفضل. نور بيت. تفضل. الأستاذ رفعت العمدة. أبونا كرولوس لامبابشوي. العقيد أحمد بيه. أحمد بيه. أحمد بيه فين؟ عايز بس عايز أنتهي ب تسقيفة من حضراتكم الأستاذ موريس رميلة. شكرا. أستاذ موريس رميلة يكمل السنة دي 101 سنة. ربنا يديكم طول العمر كلكم. مين اللي رسمها دي؟ مين اللي رسمها دي؟ ده شباب دي شباب. لا دي بداية المية الثانية. بداية المية الثانية. تعال يا ابونا كابس على جنبنا. هنقعد هنقعد. حاضر حاضر. بس عشان نشوف شوف الصورة. عود عود. نفسي اشوف الصورة بس. الأصل أحسن طبعا. يلا نقعد. أنا قعدت. امسك يده من كده. ربنا يديك الصحة والعافية. وعبال السنة الجديدة. نشكركم على حضوركم جميعا. دلوقتي هناخد بقية الناس الموجودة هياخدوا هدية تذكارية من سيدنا البابا ويطلع على برا على طول. السادة الضيوف نشكركم. نشكركم الآباء الكهنة الأول وبعدين تفضل. يلا تفضلوا.